الهدف المرجو من الخدمة العمومية التي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل هو التكفل الأحسن بطالبي العمل، وهذا قصد مرافقتهم، توجيههم، التكفل بانشغالتهم حتى الظفر بمناصب عمل دائمة. والحمد لله أننا في الوكالة الوطنية للتشغيل بفضل الاحترافية وبفضل عصرنة الوكالة الوطنية للتشغيل سهلت المهمة كثير، سهلت علينا المهمة كثير، أننا أصبحنا بأن نقوم بتكفل أحسن بفضل الإمكانيات التي اكتسبناها في هذا الإطار. وبالمناسبة نشكر السيد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل وكامل الطاقم الذي تكفل بهذا وكان تكفل بهذا الانشغال هذا، اللي هو كثير انه سهل المهمه، وفي لانها بورموني بيان سيت ميسيون يليق يفو ميتر اون بلاص هذا الديسبوزيتيف هذو كامل، وخاصه بالشراكه مع البازيا اللي كذلك بور لو ترونسفير د ليكسبيرتيز، اللي بفضل هاد لي زيكسبير تكونوا الاطارات نتاعنا. اولا قلنا كان الاثر ايجابي بالنسبه للطريقه في التسيير داخل الوكاله في كيفيه اتخاذ القرار، هذا شيء اساسي. الامر اللي اكثر اهميه هو لا بوستير ديال الماناجير. الامر الثاني هو كيفيه اتخاذ القرار، لا جيستيون دي كونفلي، كومون ميدياتيزي لو زاكسيون، كومون فير دي رولاسيون افيك لي ميديا. بطبيعة الحال هذا كان عنده أثر كبير على جميع النشاطات بالوكالة. وشكرا. كان سبق لنا التكوين هذا في إطار المانجمنت، وين نتكلموا بلغة صراحة كنا نسيئوا، ولكن كنا نسيئوا بطريقة عشوائية. منذ أن تحصلنا على هذا التكوين والمدير العام مشكور على ذلك، أوسي لي دومون لو بروواك صفحوا يعرفوا كامل المهام المنوطة بالإطارات الذين هم يؤطرونهم في إطار دي ساتولي. واليوم أصبحنا نعالجوا كل المشاكل تقريبا، والوكالة الوطنية التي أتاحت لنا هذه الفرصة، ونتمنى المزيد من ذلك. ونشكركم جميعا. انا افيك لي زوتر ريجون، كيرجعوا من تاع بشار تاع شلف تاع سعيده، الحمد لله كان فيها تبادل. وسي امبورطون هذاك في لي كوليس سي اون فورماسيون، حتى في لي بوز كافيه في لي ديجوني هادو سي اون فورماسيون، خاطر فيها تبادل تاع الاراء، تبادل تاع لي زيكسبيريونس. وهذا كنا نقولوها باللي هذه داخله في الاحترافيه وداخله في العصرنه، والحمد لله اننا قدرنا يكون فيها تغيير جذري بفضل هذا لو بروجي، بفضل المجهودات الجبار اللي تقوم بها الوكاله الوطنيه للتشغيل في هذا الاطار بور موني ا بيان سيت ميسيون كي نوبل فريمون، اللي هي التكفل الاحسن بانشغالات طالبي العمل. ونقول لك حاجه، درك يشرفنا اننا نخدموا في وكاله كما وكاله الوطنيه للتشغيل، لانها حقيقه الاطار تاعنا كي راهم يجونا حتى لي زومبلوايور راهم يلقاو المكان اللي فريمون يشرف اننا نستقبلوهم فيه، وكان يحطوا العروض نتاعهم بالنوفو سيستيم هذا تاع الوسيط بلا نوموكلاتور نيم. فريمون حسوا هما بلي كاين امليوراسيون، حسوا بلي راهم يهضروا افيك دي بروفيسيونيل، ماهوش قال تسجيل فقط، وانما تسجيل اكومبانيمون اورينتاسيون اي تونتاتيف دو بلاسمون. وبالمناسبه كانت نقولوا باللي لونكادرومون راهي اكثر من 70%، وهذا كذلك سهل كثير الاداء للتكفل الاحسن بكامل فئات الشعب، في فئات الاخرى لا بوبيلاسيون سيبلي، اللي هي من لي سون كاليفيكاسيون حتى لي اوت مو كاليفي. ما هو سهل باش كل الوكالات المحليه تستقبل كامل هاد المواطنين بمختلف الفئات نتاعهم، واحد ما عندوش الخدمه، واحد ما قراش، واحد ما دارش انفورماسيون، كلهم الحمد لله انها بفضل التكوين اللي كان تكوين محكم، استطاع كل اطارات الوكاله الوطنيه للتشغيل باخذ
بالتكفل بهذا الانشغال تاع هاد الناس ووصلوا ويرافقوا ويوجهوا، وحتى انها ماهوش انها فقط بالنسبه للمناصب عمل، وانما حتى اذا كان هذا الانسان هذا كان عنده دي بورتور دو بروجي، اذا كانوا هاد الناس هذو نوجهوهم لي ديسبوزيتيف اللي راها مديورك كيما لانجيم لانساج الكناك كل هاد، كذلك نشوفوا كاين دي جون لي كي سون بورتور دو بروجي. والحمد لله احنا بخلق هاد المؤسسات الصغيره هذه، كذلك احنا بالنسبه لنا في كل مؤسسه صغيره على الاقل كاين منصبين على الاقل في اللي يدخلوا في هذا الاطار هذا، وهذا هو لوبجيكتيف اللي كان المرجو من هذا الاحترافيه وهذا العصرانه تاع الوكاله الوطنيه للتشغيل. نشوفوا اليوم باللي حتى بور لا ميثود دو ريكروتمون بار سيميلاسيون اللي درناها اعتمدناها هنا في وهران مع لا ميزون رونو بيانتو ان شاء الله مع فيك ارديس، هذا سي ان نوفو سي نوفيل ميثود. هذه لا ميثود هذه عطات الثمار تاعها وبانت الاخر منا انها نشوفنا لي كاباسيتي لي زابيليتي تاع الناس باللي ماهوش نشوفوا باللي سيلمون لو ديبلوم سيلمون قال باغ اكزومبل قال دي كالكان كي تيتولار دان ديبلوم اللي يقدر الولوج لعالم الشغل، اننا حتى تحت الفرصه حتى الناس اللي عندهم موهبات عندهم دي كاباسيتي عندهم ديزابيليتي حلينا لهم المجال انهم يقدروا يحصلوا على مناصب في هذا الاطار هذا. كذلك كانت حاجه مليحه اللي هي لا نوموكلاتور دي ميتي امبلوا لا نام، هذه اللي كانت سهلت لنا كثيرا. كذلك لو سيستيم د انفورماسيون اللي قبل ما كانش كان باغ اكزومبل كان يجونا عروض عمل ما نقدروش نعرفوا واش يطلب هذا الامبلويور، اسكو هذا الانسان هذا اللي عنده ان سي في عندنا، اسكو هذا الانسان اللي عنده باغ اكزومبل اون ليسونس ولا عنده ان ماجستير ولا اسكو هذا هو اللي راه مطلوب. ولكن بهذا المدونه المهن استطعنا حتى نشوفوا لي فيش دو بوست نتاع هذا الانسان هذا ونقدروا نديروا حتى الاخر محادثه مع لومبلويور قالوا واش المرجو واش هو المنصب اللي راك حاب الاخر والسكورينغ يوصل احنا هذا السيستم دانفورماسيون سهل لنا المهمه يدير لي رابروشمون فاسيل. عندنا ان سيستم دو الاخر الحمد لله ثاني بالشفافيه شفنا اليوم الاخر في البارح في نعطيك على سبيل المثال الحصر وين كانت اون اوفر تري تري امبورطونت في افار شكون اللي ما كانش يستنى وين يوصلها، الحمد لله احنا فاتت وكانها الاخر علاش بفضل الاحترافيه نتاع الكادر تاعنا اللي استفادوا من هاد لا فورماسيون وعرفوا كيفاش يستقبلوا العروض العمل، عرفوا كيفاش يديروا لا رابروشمون، عرفوا كيفاش يطلبوا من طالبي العمل كيفاش يوجهوهم كيما يرافقوهم كيف يفهموهم واش هو المرجو من هاد الاخر. هاد التقارب هذا هو الدور تاعنا الحقيقي. حنا شفنا بلي كاين ان شونجمون راديكال قبل كانت سيستم كما قلت لك كنا نديروا لانسكريبسيون كنا دي بيرو بانسكريبسيون سجل وماكش عارف واش سجلت ناس اللي ماش عارف كل واحد، ولكن دركا افيك الاحترافيه افيك لو سيستم تاع الانفورماسيون هذو ولينا حقيقه على مستوى عالي وهذا يستاهل هذا لو دوموندور دومبلوا باش نقدروا نديروا كل نكونوا ا سا ديسبوزيسيون. وحنايا الفو سيرفير هاد الاخر جينا هنا بور سيرفير هاد المواطن الاخر هاد طالب العمل، لاننا كنا كذلك حنا في لوفلوتر كون كنا طالبي عمل والحمد لله اليوم رانا في ولينا شرفنا اننا نستقبلوا هاد المواطنين هادو باستقبال تام. وكذلك نشكر الحكومه اللي بفضل هاد كل هاد السيستم اللي راه دارتهم لي ديسبوزيتيف اللي راهم ديورين من 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 حتى لكان باغ اكزومبل لكان طالب العمل اللي عنده من 18 سنه انها تقلصت ولات 16 20 حتى لا ديبارديسيون سكولير حتى ولينا نشوفوا الناس اللي يخرجوا عندهم الا كان لي ميتي ديفيسيتير لي ميتي اللي راه سوق العمل يعرف النقص فيهم وصلنا بنتكفلوا بهذه الفئه هذه من نوجهوها من اللي راه عاد في على اظافر نعومتك ولا يوصل حتى الانسان يكون بلاسي في الاخر. كاين هذو لي ديسبوزيتيف اللي قلنا عليهم كل شيء لا فورماسيون بور لادابتاسيون لابلويابيليتي كل هذه الامور هذو ما يسعناش الوقت باش نهضروا على كل شيء لانه فريمون كان ان شون تري 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 فاس. والحمد لله اننا شرفنا اننا نكونوا في هذه الوكاله باش نكونوا في انشغال وتكفل بهذه الفئه هذه. شكرا.